الراديو 90-90 هواها مصري. ورمضان دايما كريم وفطرنا دايما على القد مع شيف حسن حسونة باسنت بكرة على راديو 90-90. والنهاردة منيو جديدة للفطار، أفكار بقى اللي لسه يعني عمال يقول خلاص احنا قربنا داخلين في أواخر رمضان وعملنا كل أنواع الأكل. لا اسمعونا وهتلاقوا معنا أنواع جديدة كل يوم ومنيو جديدة كل يوم. صح؟ مية مية. لا انت نمت ولا احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ انت ايه هبطتك انا ولا ايه؟ انا يعني بفكر ايدك على قلبك وحسيت ان انا عملت جريمه. بفكر ان انا يعني انا ما شرحتش السمان كافي، ان السمان لازم ياخد حلقه محترمه. امين انت برضو يا شيف حسن. السمان يا جماعه احنا لو جبنا السمان واي نوع خدت السمان شلت الزلمكه من ورا افتحيه من الظهر فريدي شطف كويس، وبعدين قطعي سلايز ليمون وحطيه في ميه بتلج وحط سنة خل عليه وسيبيه لمدة ساعة. تمام. هو بيبقى زفر سنة. ما انا لسه بقول لك اهو عشان الناس بس اللي مجربتش تعمل سمان زفر للي ما بيعملش كده. لا انا اقصد يعني هو سنة ما بين الطيور في زفرة شوية، فنهتم شوية اكتر بغسل. ايوه والله يفتح عليك. بعد ما انت تحطي الكلام ده كله شوية دي صغيرين ودعكي كويس واشطفيه ونشريه زي ما اتفقنا على ايه على انا بغسل الطيور بميه الرز بتبقى هايله بصراحه. طبعا يعني ميه الرز دي قصه ثانيه اللي ما يعرفش يعني ميه الرز يا جماعه بتنهي الزفاره بتاعت اي طيور. احنا حطينا على المصفى السمان بتاعنا. تمام. التتبيله بتاعته بقى انت بتاخدي ميه بصل، يعني تبشري بصلايه وخدي ميتها. تمام. فص توم صغير مطحون كويس جدا، زعتر، سنه يعني خدي بالك من كلمه سنه سماء. سنه عشان ما يمررش. سنه سماء صغيره. تمام. بعدين نحط ملح وفلفل وبعدين نحط عصره ليمون وشويه خل صغيرين ونحط سنه مستردة صغيره برضو معلقه واحده مستردة وقلبي ده كله في بعضه وبعدين حطي السمان معاه وسيبيه لمده ساعه. خدي السمان بقى، عاوزه تحطيه في الشوايه حطيه، عاوزه تشويه على الفحم يبقى تمام، عاوزه ان انت تحطي في صينيه وتحطي تحتيه بطاطس وتدخليه الفرن. تمام. 100 100. طب بتاكل جنبه ايه ده؟ ممكن مثلا تحطي جنبه شويه فريك حلوين. الله. الفريك ممكن احنا نعمله مش شرط طاجن، يعني ممكن احنا نسلق الفريك سلقه كويسه وبعدين نقطع معاه بصلايه ونحط عليه شويه كركم، نحط عليه شويه كاري، نحط عليه شويه بودره زعفران، نتبله تتبيله كويسه وتاخديه في الطاسه كده متشوح وتسقيه ربع كوبايه ميه وتسيبيه لحد ما تشرب وتغرفيه وحط جنبه السمان ولا اروع من كده. ممكن نعمله كمان جوه الرز المعمر. احنا اتفقنا ان احنا الرز المعمر اللي احنا عملناه انت لو خليتي السمانه بعد ما عملتيها كده مش محتاج ان انت تعملي لها بصلايه والكلام ده لو انت تبلتيها نفس التتبيل. لو انت سلقتيها او شويتيه من غير فلات كده من غير اي تتبيله تعملي له بصلايه وتحطي له شويه الزعتر وشويه جوز الطيب وتحطيه في قلب الرز المعمر. طيب. يطلع برضو معاكي حاجه ولا اروع من كده. حلو قوي. يعني السمان من الاكلات اللي ما فيهاش اي دهون او كوليسترول وفي نفس الوقت مفيدة. حلو قوي. فانا هقول لكم بقى على طريقة الحمام المحشي بس بعد الفاصل. يلا بينا. وفطار على قد وشيف حسن حسونة ولسه مكملين على راديو 90-90 ولسه معاكم باسنت بكر. هنعمل بقى ايه في الفاصل ده؟ الحمام المحشي. حمام محشي. تمام. ناس كثيرة ما بتعرفش تحشي الحمام. وناس كثيرة ما بتعرفش تغسل الحمام اصلا. صغنون. ولا بتعرف في تكه في الحمام كده لازم تعمليها اللي هي ايه؟ بنكسر اللي هي القرقوشه بتاعت الصدر عشان الحمامه تستوي صح وفي نفس الوقت تتحشي صح. حلوه اللقطه دي، مهمه قوي في كتير. ما احنا بنعمل ايه؟ الاول غسل الحمام ان انت ازاي تشيلي ال 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 تمسك الزور وتخلعيه من غير ما يتقطع معاكي ومن غير ما لازم تلف على اصبعك كده وتشدي الزور واحده واحده لحد ما يطلع بالدهنه بتاعته الحصاله بالكلام ده كله تطلع كلها مره واحده. خلاص. تمام.
وبعدين من جوه اللي هي الحتة الفشة والكلام ده كله اللي بتبقى في صدر الفرخة من جوه يتغسل كويس. وبعد ما يتغسل انقعيه بليمون وبدقيق وبملح مدة ربع ساعة بمية ساعة. وبعدين اغسليه غسلة كويسة من جوه. وبعدين من فوق كده من الزور حاولي تنشري الحمامة بتاعتك زي ما هي متعلقة من الزور. تمام. خلاص كده. بعد ما يتصفى خالص نبدأ احنا نعمل الحشو بتاعه. طبعا الحمام بالفريك ده رائع. طبعا. في ناس بتحبه بالرز. انا احبه بالرز جدا. بناخد احنا القنصة والكبدة بتاعت الحمام. تتنظف كويس. تتقطع ببصلاية. نعمل القنصة الاول. نشوحها عشان بتاخد سوى اكبر. بالظبط كده. وبعدين نسقيها سنة مية. تبدأ تستوي. ننزل عليها بالكبد. وبعدين نقلبها. وبعدين اول ما تبدأ تخش في السوى انزلي بالفريك المسلوق او انزلي بالرز المغسول. وقلبي واسقي ده كوبات مية واسقي ده كوبات مية. خلاص بدأ يستوي. طب الرز لازم ان البصلية بتاعته تبقى غامقة. عشان لونه لون الرز ذات نفسه يطلع غامق. تمام. تدي له سنة القرفة بتاعته. تدي له سنة البهارات بتاعته. خلاص برد. ايه البهارات المفضلة مع الحمام؟ هي الفلفل الاسمر. الفلفل الاسمر احسن حاجة. وسنة قرفة صغيرة. اوكي. بس ده احلى حاجة ليه. بعد ما انت بتعملي الرز بتاعك ويبرد تبدأي تحشي. واتفقنا انت بتمسكي حطي ايدك جوه الحمامة الصباعين. وبايدك التانية تضغطي على الصدر من فوق لحد ما تسمعي التكة بتاعت العظمة. تك. خلي بالكم يا جماعة من الحتة دي. يبقى انت فصلتي القفص الصدر عن بعض. يا الله. وكون احنا مسرجين الحمام او مفتحين الحمام من الجلد. بتحشي يا دوبك ايه الرز اكنك بترمي الرز كده جوه بايدك مش بتكبسي. بترمي الرز بايدك كده. خلاص. وبندخل الرجلين عكس بعض في الحمامه. وبعدين نحشي الصدر من فوق. وبعدين تبداي تسحبي بايدك الحمام. كون الميه بتغلي فيها بصلايه وفيها واحده لور واحده حبهان. الله الله. تبدا تغلي. لو ما عندك واحد مستكه يبقى تمام. يبدا تغلي الميه تبدا تسقطي الحمام بتاعك. في تكة هنا في سوى الحمام. سوى الحمام في ناس كتيرة يطلع منها مفتح. يطلع منها رز ني. انت بعد ما تاخد 25 دقيقة على النار. بالظبط 25 دقيقة على النار. طبعا انت اول ما بتغلي بتوطي النار عليها. وتسيبها مع نفسها وتغطيها 25 دقيقة. بعد ال 25 دقيقة ومعاملة ايه معلية النار سنة وماسكة كوبات ماء ساعة. تطفي النار. حط كوبات الماء الساقعة. اقفل الغطاء بتاع الحل. وسيبيها لمدة ربع ساعة. بتعملي لها صدمة تفرتك لك اللحم من جوه. تخليها لك استوي. طب بتصدمها ليه؟ ده غلبانة. خلاص كده. بعد ما تعملي اللقطة دي تطلعي الحمام بعد 10 دقايق من الصدمة او ربع ساعة. تطلعي تنشري الحمام. تبدأي تتبليه بشويه صلصه وشويه مسترده والكلام ده كله. عاوزه بقى في حته كده هقولها في السريع. زمان انا كنت بعملها بالمرطه. المرطه بتاعت السمنه. المرطه بتاعت السمنه ادهن بيه الحمام واحمره. الله الله الله. ودي الله. حاجات الناس كتير ما تعرفهاش. لو عندك شويه مرطه من دول ودهنتي بيه الحمام وحمرتيها. اللي بيسيحوا سمنه بلدي يا جماعه يشيلوا المرطه عشان الحمام. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.